قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. الميدان يريد إسقاط أوباما، هذا جديد الهتافات في الساحات المصرية، وهذا سابقة التحرير في قلب قاعدة التحالفات على رؤوس الإخوان، فمن خرج ملايين يدركون القضية. في فوضى مصر، فتش عن الخارطة التقسيمية التي يرسمها البيت الأبيض، وفتش أيضا عن أصابع أمريكية غسلت يديها إعلاميا من الدم المصري وتبرأت من الإخوان تحت الأضواء، لكنها من تشحنهم في الأجواء وتحركهم خلف الكواليس التي خرج منها أيضا كاراكوز إخواني ممثل بأوغلو، مدافع عن مستنسخات حزب الإخوان التركي في المنطقة، رافعا سقف النفاق في الدم المصري حدود اتهام الجيش بمجزرة لتشاركه حماس المصطلح والنية في دعم مواجهات الإخوان مع الحقيقة وفرصتهم المستحيلة باستعادة ما كان بعد أن ذهبوا إلى ملفات النسيان السياسية، ولن يعودوا لاغتصاب قرار مصر من جديد حتى ولو وضعت قطر كل ثقلها وعبرت عن سخطها وغلفت حقدها بدعوات ضبط النفس واللحظات الدقيقة التي كانت تمر بها مصر، كذلك يمر بها الدور القطري، ولكن هو إلى التلاشي، خاصة أن قبلة مصر عادت وأولى قرارات الشعب. هنا سفارة دمشق مفتوحة ولن تغلق، هنا مصر التي ستعيد للمنطقة وجهها القومي التحرري وستسقط مشروع الأخونة الذي وصل بها إلى الدماء ويحاول وضعها على طريق داحس والغبراء. لذلك خرج الأزهر يحذر من الفتنة التي تعد لأرض الكنانة في عتمة ليل، ولذلك أيضا حذرت روسيا من حرب أهلية تضرب أم الدنيا بتسونامي همجية. أم الدنيا اليوم بين المواجهات التحررية والمواجهات الإخوانية، تحاول أن تعيد ترتيب بيتها على الذوق العروبي، وتحاول أيضا إرجاع عبد الناصر، جمال عبد الناصر، إلى الميدان وإعادة الإخوان إلى القمقم. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.